يكافح طلبة جامعة إدلب السورية للتغلب على ظروف الحرب والواقع الاقتصادي المتردي من أجل استكمال مسيرتهم التعليمية. مراسلنا إبراهيم التريسي رصد واقع حال هذه الجامعة ومعاناة طلابها. جملة من الصعوبات تعيشها جامعة إدلب، فمنذ تأسيسها في أواخر العام 2015 وحتى اللحظة تسعى الجامعة لتأمين الأساسيات اللازمة للنهوض بالعملية التعليمية، لكن ظروف الحرب القاسية تلقي بظلالها بشكل دائم على الأمر، مما يؤثر على سير الجامعة. مشاكل شتى تبدأ بصعوبة تحصيل الاعتراف الدولي ولا تنتهي عند القضايا اللوجستية. أيضا بحاجة لإعادة تأهيل المكتبة، مكتبة الكتب، لأن المادة المرجعية للطلاب من خلال مكتبي تحتاج إلى عمل كثير لتجهيزها. بعزم واضح يستمر آلاف الطلاب في الدراسة في الاختصاصات كافة، لكن هذا الجانب المشرق يخفي في طياته أزمة عسيرة يعيشونها طلاب كثيرون يعجزون عن تأمين أقساط الجامعة رغم أنها لا تتجاوز سنويا $400، إضافة إلى معاناتهم من مشاكل التنقل وصعوبات في تأمين اللوازم الدراسية، بالإضافة إلى النقص في الكوادر التعليمية. وفي عنا مشكلة ثانية هي أنه الدكاترة في نقص في الكادر التدريسي والذهاب للدكاترة إلى غير جامعات، فهذا الشيء بسبب لنا عائق في حال كنا راح ندرس دراسات عليا مثل الماجستير والدكتوراه. رغم كل هذه الصعاب إلا أن الإقبال على الجامعة من قبل الطلاب لا يزال مستمرا، فهي الخيار الوحيد لكثير ممن لا يجرؤون على الالتحاق بجامعات النظام السوري خوفا من الاعتقال، ولغيرهم ممن يعجزون عن السفر والدراسة في جامعات دول الجوار. ورغم حصول العديد من طلاب الجامعة على منح لإكمال الدراسة في الجامعات التركية، إلا أن عددها يظل محدودا قياسا إلى أعداد الراغبين بالاستفادة منها. طريق وعر يخوضه الطلاب الجامعيون في إدلب، يغالبون ظروف الحرب وضعف الإمكانيات في سبيل تحصيل العلم، فنسبة كبيرة من الطلاب هي من النازحين الذين فقدوا منازلهم وباتوا مشتتين. رايم تريسي، العربي، مدينة إدلب. وينضم إلينا من إدلب مصعب جبان، طالب في كلية الهندسة المدنية وممثل عن طلبة جامعة إدلب. أهلا بك مصعب معنا. إذا لو توجز لنا اليوم أهم المشاكل التي تعانون منها في الجامعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. جامعة إدلب هي إحدى الجامعات الثورية التي تم تأسيسها في كنف الثورة، واليوم الجامعة تحتضن أكثر من 13,000 طالب. جامعة إدلب اليوم تحوي أكثر من 18 كلية ومعهد. هذه الجامعة أسست في ظل الحرب، ولكن هي يوم بعد يوم تشهد تطور ملحوظ. وبالطرف المقابل هنالك مشاكل كبيرة يعيشها الشباب والطلاب الذين يدرسون في هذه الجامعة. نعم. مثلا على سبيل المثال. نعم تفضل مصعب. هنالك مشاكل على سبيل يعني هي مرتبطة بالمعيشة بشكل مباشر، مثلا أقساط الطلبة، ومثلا أيضا مشاكل النقل ومشاكل غلاء المعيشة بشكل عام. هل جزء من المساعدات يعني المخصصة لمنطقتكم طبعا أيضا تخص الطلاب الجامعيين؟ الجامعة لا تتلقى أي دعم من منظمات باستثناء بعض المنظمات التي تمتلك قدر من الهامش الحركي. بشكل عام الجامعة قائمة على أقساط الطلاب. نعم، فإذا المشكلة الأساسية هي الأقساط يعني الكبيرة الباهظة. بما أن الجامعة قائمة على أقساط الطلاب فهي بما أن الجامعة قائمة على أقساط الطلاب ولن تتلقى أي دعم، فبالتالي الطالب يقع على عاتقه دفع القسط، وبالتالي هو يتلقى تعليم. وأيضا يضاف إلى القسط المعيشي والنقل، وهنالك مشاكل أيضا يعني تشهدها الجامعة، مثلا نقص الكوادر مثل ما ذكر في التقرير أيضا،
نعم مصعب، مثل شاهدنا المكاتب طبعا او في البنى التحتية التقرير ان الضخمة. نعم انه ايضا من المشكلات الاساسيه هي نقص الكوادر التعليميه، وربما يعني خيارات الاساتذه تذهب الى مناطق مختلفه، الى اي مناطق؟ بشكل عام الجامعة تحوي كوادر جيدة وعدد من الدكاترة وعدد من الأكاديميين. تشهد الجامعة بسبب ضعف الرواتب وبسبب ضعف التمويل لهذه الجامعة، بما أنها قائمة كما ذكرنا على أقساط الطلاب. فربما هناك أيضا منظمات المجتمع المدني التي تحاول أيضا توظيف هذه الكوادر في دوائرها، وربما أيضا هنالك بعض الكوادر التي تقرر الرحيل خارج البلد. ولكن بشكل عام هذا الموضوع هو يعني مختصر وصغير. نعم، أغلب هل أثرت جائحة كورونا على أوضاعكم؟ بصراحة يعني في ظل الذروة التي وصل إليها المناطق المحررة تم إيقاف الدوام في جامعة الدرب مع اتخاذ التدابير الوقائية في أوقات الامتحانات وإلى آخره. نعم طبعا جائحة كورونا لا تقتصر فقط على الجانب الصحي وإنما أيضا الجانب الاقتصادي، صحيح؟ أكيد. كما ذكرنا سابقا جامعات الدرب تختلف عن الجامعات الموجودة في دول العالم، فهي قائمة على أقساط الطلاب، وكل الكوادر والبنى التحتية والمؤسسات قائمة بشكل مباشر على أقساط الطلاب. أي الطلاب إذا قاموا بدفع أقساطهم فالجامعة قائمة. نعم مصعب جبان، إذا طالب في كلية الهندسة المدنية وممثل عن طلبة جامعة إدلب، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا مشاهدينا لمتابعتكم، والآن عودة إلى ديما وما تبقى من أخبار الظهيرة. شكرا ديما.